أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله